تذكر مع بعضنا البعض الأرقام والتي بدأنا بها بكلام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اليوم سوف نأخذ قاعدة جديدة سوف نلحقها بالأرقام وسيأتي معناها الأول الثاني الثالث وهكذا لنقل الرقم واحد هو بير أما إذا أردنا أن نقول الأول فيجب أن نضيف الصيغة التالية متحرك متحرك يعني الرباعي ني جي الرباعي اذا ممكن ان يكون ان ممكن ان يكون ان ممكن ان يكون ان ممكن ان يكون انجي. ممكن ان يكون انجي. اذا عوضنا هذا الرباعي في الاحرف الرباعيه حسب قاعده الصوت الرباعي إي إي ا, أ. أ. لنبدأ بتعويضها بالأرقام لنأخذ كلمة بير كلمة بير آخر حرف صوتي هو إي إذن تأخذ إنجي بيرنجي بيرنجي تعني الأول وهكذا إيكي أيضا إيكين بما أنها انتهت بحرف صوتي لا نضيف سوى ني جي اي لم نضف الحرف الأول من القاعدة فقط أضفنا ني جي اي جي كلمة ات رقم ثلاثة لننهي اوجن جو اوجن الثالث الكلمة التي تليها dirt. هنا حسب قاعدة القاعدة التي اتفقنا عليها في الدرس السابق قاعدة كاتشب تحولت تي إلى دي لسبب إتيان بعدها حرف صوتي. ان جو دور دنجو لا يجوز أن نقول دور تنجو بسبب مجيء حرف صوتي بعد الحرف تي فإننا نقلب الحرف تي إلى د فتصبح دَرْدُنْجُ لنأخذ مثال 16 تعني ستة عشر إذا أردنا أن نضيف لها ني جي إي 16 تعني السادس عشر لم نضيف أضفنا فقط ني جي إي ولم نضيف الحرف الصوتي الأول بسبب انتهاء الكلمة انتهاء الرقم بالحرف الصوتي كيف نسأل عن هذا الشيء لنقول كلمة كاتش تعني كم كلمة كاتش تعني كم إذا أردنا أن نقول في أي لنقل كاتشن ج. أضفنا لها نفس القاعدة كاتشنج تعني كاتشن ج. لنسأل كاتشنج كات كات تعني طابق في أي طابق كاتنج كاتشنج تعني في أي كاتشنج كات إذا أردنا أن نقول في الطابق الأول بيرنجي كات, بيرنجي كات الطابق الأول وإذا أردنا أن نكون نقول في الطابق الأول يجب أن نلحق حرف الجر حرف الجر في في الدرس السابق أخذنا دا تا دي تي لننظر إلى آخر حرف إذا كان من أحرف الثمانية فنضع تي كات تي ننظر إلى آخر حرف صوتي في الكلمة إذا كان ثقيل نضع أ بيرنجي كات إذا لنفصل هذه الكلمة بير تعني واحد قاعدة إنجي إذا أضفناها إلى الرقم تحول الرقم إلى تصبح الأول كلمة كات تعني طابق ملحق التا هو ملحق الجمع أضفناه إلى كلمة كات لتعني الطابق وهكذا إكن جي كات تا دوكوز أنجو دوكوز انجو كات تا في الطابق التاسع وهكذا لنأخذ قاعدة جديدة من قواعد اللغة التركية إذا أضفنا ملحق ل زائد ا متحرك إذا ل لي ل ل إلى اي بلد فيصبح هذا تصبح هذه الكلمه الجنسيه مثال اذا بدانا بكلمه العراق العراق نضع ل ثم ننظر الى اخر حرف صوتي حسب قاعدة صوت الرباعي نضع الحرف إراك ل، إراك ل تعني عراقي. كلمة أخرى. إيران. ننظر إلى آخر حرف صوتي ونضع منه ملحق. آخر حرف صوتي آ من الحالة الأولى إذا نضع ل. إيران ل. إيران ل تعني إيراني. مثال اخر كندا كندا اخر حرف كندا ل تعني كندي مثال اخر ايطاليا ايضا ايطاليا ل ايطالي روسيا روسيا ل إنه روسي فلسطين لننظر إلى آخر حرف صوتي إي إذا نضع لي فلسطين لي بيرو Pero, ننظر الى اخر حرف صوتي وحسب الحرف الصوتي نضع ما يناسبه من الملحقات التاليه ل لي لان القاعده لدينا هي لي زائد ا uh, متحركه هذه هي قاعده الجنسيه ويسال عليها بالشكل التالي نري لي نري لي ما هي جنسيه إذا أردنا أن نقول أحمد نيرلي، ما هي جنسية أحمد؟ نستطيع أن نجاوب أحمد إيران ل. علي نيرلي، علي فيلس تين لي إذا أردنا أن نقول تركي لا نقول تركية لي بل نقول ترك كلمة ترك تعني أنه تركي أو أو ضمير هو أو ترك إنه تركي علي ترك علي تركي لنطبق هذه القاعدة على الضمائر بن تركم سن Türk sün o Türk biz Türk üz siz Türk sünüz onlar Türkler kelime Suriye tani Suriye Suriyeli innehu Suri ne ben Suriye Li yim, ana suri. San suriye, li sin, suriye li sin. O anta suri. O suriye li, huwa suri. biz suriye li yiz Siz suriye li siniz. Onlar سوري لي لر سوريالي سورياليسين سوريالي سوريالييز سوريالي لير اذا نستطيع ان نسال على الشكل التالي سن نري سِنْ انت ما هي جنسيتك بان سوريا لي ييم. انا سوري او نستطيع ان نسال سيز نرى لي سينيز انتم ما هي جنسيتكم بيز او بان بسبب ان يكون هذا السؤال ممكن للاحترام بان سوريا لي يم مصر تعني مصر مصر ل تعني مصري بان مصر ل يم انا مصري الان سوف نأخذ الضمائر الملكية بن تعني انا بنيم تعني شيء يعود لي ملكيته لي سن senin o onun biz bizim siz sizin onlar onların ben benim بنيم شيءٌ لي سن سنين شيءٌ لك أنون شيءٌ له بزم شيءٌ لنا سيزن شيءٌ لكم أنلرن شيءٌ له سوف نتعمق في هذا الموضوع في الدرس العاشر إن شاء الله غدا وهكذا قد يكون انتهى درسنا اليوم إي أكشاملار إي أكشاملار هير كسه يارن غدا در شو روز إلى اللقاء غدا في الدرس العاشر نون ج درس تي يارن درس ن ج درس تي في الدرس العاشر يارن غدا قرش روز إلى اللقاء